تتنافس 8 عروض مسرحية على جوائز الأيام الوطنية الأولى فتح بربار لمسرح الشباب التي ستنظم من 6 إلى 11 ديسمبر الجاري بالجزائر، حسب ما أفاد به وليد عبد الله رئيس جمعية المنارة في ندوة صحفية عقدها بالمسرح الوطني الجزائري محي الدين بشترزي. الدورة الأولى من هذه التظاهرة برعاية وزارة الثقافة والفنون، وتعد بمثابة وقفة تكريم لسيدة المسرح والسينما والتلفزيون الراحلة فتيحة بربر، كما ستعرف عدة تكريمات لوجوه فنية معروفة أمثال بهية رشدي ومصطفى عياد، وكذا حضور الفنان الليبي القدير أحمد علي سالم ضيف شرف. ولمزيد من التفاصيل يحضر معنا المخرج وليد عبد الله رئيس جمعية المنارة الثقافية. أهلا بك سيدي. صباح الخير للجميع، شكرا على هذه الاستضافة القيمة. أولا نهنئ أنفسنا ونهنئكم بهذا المولود الإعلامي الجديد. يبقى دائما منارة للثقافة، وخاصة اهتمامكم بالشأن الثقافي والمسرحي. أطلقتم هذه الأيام المسرحية الوطنية فتيحة بربر لمسرح الشباب تحت شعار المسرح شباب متجدد، لماذا اخترتم هذه التسمية؟ أكيد المسرح شباب متجدد، واليوم نعيش في الجزائر الجديدة، وكل شيء إن شاء الله جديد، في حياة جديدة وإبداع جديد للشباب، له طاقات وقدرات في مختلف الفنون، سواء في الكتابة الدرامية أو الإخراج المسرحي أو كذلك في السينوغرافيا وحتى في التمثيل المسرحي. حدثنا عن الورشات التكوينية خلال هذه التظاهرة. أكيد الأيام الوطنية فتيحة بربار يعني هي فرصة كذلك سانحة للتكوين المسرحي للشباب، خاصة أنهم يعني الموهبة جميلة جدا، لكن كذلك الشباب يحتاج إلى تأطير ويحتاج إلى تكوين. راح يكون معنا إن شاء الله في ورشة إثراء الكتابة الإبداعية مع الدكتور لمين بحري، اللي يعني هو دكتور من جامعة بسكرة، اللي راح يكون في هذه الورشة. كذلك الأكاديمي خريج المعهد العالي للفنون الدرامية منير بومرداس، الذي سيقدم ورشة في فن الارتجال، وكذلك هناك محاضرة مع الأستاذ عساوي عبد الوهاب في الرواية والمسرح، وندوات فكرية وأدبية، معرض الكتاب وبيع بالتوقيع، وافتتاح هو فرصة كذلك افتتاح مقهى بومرداس الثقافي مع الأستاذ عبد الرزاق بوكبة. ما هي النشاطات التي ترافق هذه التظاهرة؟ أكيد يعني هناك جو تنافسي للأيام الوطنية فتيحة بربر، أعمال مسرحية، 8 فرق مسرحية تتنافس على جوائز المهرجان، وخاصة يعني فرق القادمة من مختلف ولايات ربوع الوطن. عروض خارج المنافسة من تقديم جمعية المنارة، عمل مسرحية براغيث اللي راح يكون بعد الافتتاح الرسمي لهذه الأيام. مسرحية براغيث ربما العمل الأكثر تتويج داخل وخارج الوطن. كذلك نقدم مسرحية المهرج وآخر إنتاجات الجمعية أو الهيئة المنظمة لهذه الأيام، والعمل اللي كان رعاية من وزارة الثقافة والفنون. أما العرض الافتتاحي سيكون لمجموعة من الشباب المبدع في التعبير الكوريغرافي إن صح القول، عمل تحت عنوان وقائع، يحكي يعني عن الثورة الجزائرية أو إبان الثورة التحريرية المجيدة، خاصة نحن في هذه الأيام هي تزامنا مع مظاهرات 11 ديسمبر. ما هي الجوائز التي ستكلل هذه الأيام؟ إذا تكلمنا عن الجوائز، هي 7 جوائز رسمية، جائزة أحسن عمل متكامل أو جائزة فتيحة بربر ذهبية لأحسن عرض متكامل، جائزة أحسن إخراج، جائزة أحسن نص مسرحي، جائزة أحسن سينوغرافيا، جائزة أحسن ممثل وأحسن ممثلة، وجائزة لجنة التحكيم التشجيعية. هذه فيما يخص المنافسة. وهناك يعني كنا أطلقنا كذلك جائزة أفضل شخصية مسرحية التي ستكرم في
حفل الافتتاح الرسمي التي عادت للفنانة الشابة من ولاية تمنراست وهبة باعلي نظير ما قدمته للمسرح الجزائري والكثير من الجوائز لها في رصيدها داخل وخارج الوطن. شكرا جزيلا لك السيد المخرج وليد عبد الله، كنت معنا من الجزائر. شكرا لكم، يعطيكم الصحة على هذه الالتفاتة الطيبة، شكرا للجميع.